مركب؟ طب يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. اتكلمت يا احمد؟ لا، من ساعه ما خرج الصبح ما رجعش. قولي لها انه زعقلي. مفيش حد هنا غير انا وبسيمه. دلوقتي بعد ما البنات كلها اتجوزت لازم اشوف لك عريس. انت حكيتي له؟ ادي. الو، خد بالك من امك يا زفت انت. لا ما تقلقيش يا اختي، وروح كل عيش بقى. باي. يلا سلام. اتفضلي يا حبيبتي. مش قاديني. انا بحبك يا يوسف. وانا عمري ما حاجة على حد فيكم ولا هعمل حاجه انتوا مش عايزيني اعملها، بس برضه بحبك قوي.